عزيزي المشاهد، برحب بيك تلميذ في مدرسة المسيح، تلميذ لأعظم معلم علمنا بحياته وبكلامه، وبيدعوك أنك تكون له تلميذ. تلميذ مش معناه مجرد تفهم عشان تجاوب على الأسئلة، لكن تلميذ معناه تدرك وتختبر وتعيش الحياة التي عاشها المسيح، تسمح له أنه هو يعيش فيك. وعشان تقدر تعمل كده أنت محتاج لمجموعة، مجموعة زي المجموعة اللي المسيح صنعها، مجموعة من كنيستك، من المؤمنين اللي حواليك، تجتمعوا مع بعض، تسمعوا مع بعض، تصلوا مع بعض، تشجعوا بعض أنك تطبقوا الحياة ديت وتكون اختبار حقيقي لكل واحد فيكم. صلاتي أن ده يتحقق معاك. أمين. عزيزي المشاهد، أحبائي، أرحب بيكم في حلقة جديدة في رحلتنا في مدرسة المسيح. في الرحلة الطويلة اللي مشيناها مع بعض ديت وصلنا مؤخرا لحديث شيق وهام جدا عن العلاقات الزوجية، العلاقة بين الرجل والمرأة في إطار الزواج المقدس كما كلمنا عنه الكتاب المقدس. وما أبعد الصورة التي تكلم عنها الكتاب عن الصورة اللي بنراها في واقع العالم اليوم. احنا محتاجين نغسل أذهاننا باللي قاله الكتاب، احنا محتاجين نفضي اللي في ذهننا من الصور اللي شفناها حوالينا وبنتفرج عليها في الإعلام. هناك صورة تانية خالص إلهية. الصورة اللي بنتفرج عليها ديت ثبت عدم صحتها، ثبت أن الزواج اختبار فاشل لدى الغالبية العظمى في هذا الزمان، لأنهم سابوا الكتالوج، خدوا كتالوج تاني مزيف صنعه إبليس، وبنى العلاقات كلها على عكس القانون الإلهي، بنى الزواج على الشهوة بدل الحب، بناه على الأنانية بدل العطاء. حاجة تانية خالص غريبة جدا 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 لا تستقيم معها الحياة الزوجية. لا يمكن اتنين يعيشوا مع بعض يسعدوا في الحياة بدون العطاء والبذل، بدون الحب والتضحية، بدون إنكار الذات. لا يمكن، لا يمكن، مستحيل، مش هتنفع، ما تجيش. في الرحلة بتاعتنا دي تكلمنا عن قوانين الزواج، تكلمنا عن فهم الآخر، ودي رحلة فيها بذل، فيها عطاء. السكر كلها بذل وعطاء، وده اللي قلناه في مقدمة اختيار شريك الحياة. الناس فاكرة ان الزواج ده فسحة جاي اخد فيها، لا 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 يا حبيبي، ده لما كنت في بيت بابا وماما كانوا بيدلعوك، انت خرجت من بيت الدلع ودخلت رحلة مليانة بذل وعطاء، بس فيها سعادة افضل، فيها زرع بس فيها حصاد. بس لكن اذا ما زرعتش مش هتحصد، مش هتحصد. وبعدين اتكلمنا عن في وجه هذا الاختلاف اللي بكتشفه في احتياج المرأة عن الرجل، في تكوين المرأة عن الرجل، في دور الرجل عن المرأة، أنا محتاج أقوم بعملية التوافق والانسجام، أركب التروس في بعض عشان الساعة دي تدور كما أراد لها الله أن تدور. والرحلة دي مليانة بذل وعطاء. بعد ما زبطنا الساعة تعالوا بينا نعيش، عشان نعيش مع بعض عندنا خمس دوائر بنعيش فيها. الدائرة الأولى المركزية هي التواصل، بدونها مش هنعرف نعمل ولا حاجة تانية. إذا لم نجيد فن التواصل، إذا لم نتدرب نعرف نتكلم من غير ما نتخانق، نعرف نختلف دون خلاف، دون أن نفسد للود والحب قضية، من حقنا نختلف في الرأي، من حقنا نتناقش. المطلوب خضوع وليس خنوع أو استسلام، محدش بيمسح شخصية التانية، ليست المرأة من دون الرجل ولا الرجل من دون المرأة، احنا متساويين في القيمة، احنا أدوارنا مختلفة، لكن لا المرأة أقل عقلا ولا دينا. في ضوء التواصل الجيد نقدر نروح لمناطق الحياة المختلفة وحنعرف نعيشها ونفك أسرارها، نعرف نروح لعالم المادة والفلوس ونعرف نعيشها ونستمتع بغنى الله وعطاياه لينا، نعرف نروح لعالم العائلة والأهل ونعرف نمنحهم من التدخل ونعيش كائن مستقل جديد بندافع عن هذا البيت الذي صنعه الله، نعرف نروح لعالم آخر شائك جدا هو عالم الجنس ونستمتع بعطية الله، نستمتع بشيء
ركبه ربنا جوانا لما نزلنا من بطون أمهاتنا. جهاز إلهي محطوط جوانا، جهاز بيدفعنا للحياة، بيدفعنا للابتكار، بيدفعنا للتقدم، بيجذبنا تجاه الجنس الآخر اللي جاي من كوكب آخر، لنلتحم معا، لنكون وحدة كاملة، لنشارك الله في حاجة غريبة جدا. الخلق، احنا ما بنخلقش بس بنشترك معاه في الخلق، مع اننا ما نعرفش نخلق، لا نوجد الاشياء من العدم، لكن ربنا اختار ان من خلال هذه العلاقة المقدسة الله يأتي ببنين وبنات، بأرواح جديدة، بأسماء جديدة إلى الحياة. وقلنا أن الجنس والحب قداسة، والجنس والشهوة نجاسة، وده البديل اللي بيطرحه العالم النهاردة. اسمحوا لي ناخد لحظات كده نتكلم عن الصور المشوهة عن الجنس، دخلت منين، دخلت للراجل منين وعاملة فيه ايه، ودخلت للمرأة منين وعاملة فيها ايه، وبعدين هنرجع تاني للفسيولوجي ونقول الوضع الطبيعي بقى يكون ايه ونعمله ازاي. واضحة هنعمل ايه؟ فتبقى السكة الدنيا بتاعتنا ايه سلكة كده، وعارفين احنا رايحين فينين وجايين منين. كان صعب علي قوي توضيب الأوراق دي مع بعض من عدة كتب مختلفة الحقيقة، عشان أعرف ألم الحاجات دي من غير ما نخش في أمور فرعية كثيرة. مصادر التشوه عند الراجل أساسها حاجتين، أساسها حاجتين. الحاجة الأولانية من خبرته قبل الزواج، اللي اتفرج عليه قبل الزواج، اللي مارسه قبل الزواج، اللي عاش فيه قبل الزواج. وبكل أسف دلوقتي البورنوغرافي متوفر جدا جدا جدا. كان زمان مجلة زي البلاي بوي ديت الناس بتتخطفها وفي السر وتصورها، النهاردة على النت بتدوس كده بيطلع لك اللي انت عايزه. الأفلام بقى فيديو، ما بقتش مجرد صور، موجودة ومتاحة للآخر، وبتتعاطاها الناس تحت اللسان وتحت الباط وكل طرق المختلفة للتعاطي دوت. وهذه الصور عن الممارسة الجنسية الإباحية المبنية على الشهوة والإثارة شوهت صورة الجنس. بقى لعيب شيحة، بقى لعيب إيه؟ شيحة، بقى حاجات غريبة جدا 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 جدا، بقى أكروبات صينية، بقت حاجات مثيرة جدا جدا جدا. هو ده الجنس؟ هي دي الممارسة الجنسية؟ الناس اللي بيمثلوا الأفلام ديت، الناس اللي عايشين في هذا العالم، الناس المحترفين جنس دول، حياتهم الشخصية الجنسية في علاقتهم ضاعت، زفت، مش موجودة، اتدمرت. ده كله إعلام، ده فيلم، ده مش حقيقة. انت بقى اتفرج على ده وتصورت ان هو ده، وبعدين اتجوزت واحدة بقى بنت ناس محترمة، عايز ده يحصل؟ ده مش هيحصل، ده مش هيحصل. ده مش الجنس، دي الشهوة، دي الإثارة، ده فيلم هوليوود، ده مش حقيقي. خلي بالك من الفكرة دي. الكارثة بقى انك تتجوز وبعدين مراتك بعد الجواز تظبطك بتتفرج على فيلم من الأفلام ديت، نهارك ما هوش ايه فايد. هي بالنسبة لها دي خيانة، صح؟ انت بتتفرج على حاجة بتثيرك وبتمارس كأنك الجنس مع حد تاني مش معاها. ايه الرسالة اللي انت بتوصله لها؟ ان الحاجة اللي هي بتقدمها لها بضاعة قديمة، اللي الحاجة اللي هي بتقدمها لك حاجة مرفوضة، الحاجة الحقيقية بقت مرفوضة، والحاجة المزيفة بقت هي المطلوبة والمرغوبة. خلي بالك من الفكرة دي. المشكلة التانية عند الرجل في الممارسة الجنسية الفهم الخاطئ عن المرأة في الجنس. هنيجي نتكلم أكتر في الحكاية ديت، إن عالم المرأة غير عالم الرجل نفسيا، لكن أكتر بقى الخلاف الكبير هو الاختلاف الكبير هو في العالم الجنسي، لأن الفسيولوجي مختلف زي ما قلنا خالص. الأعضاء الجنسية والهرمونات وتوزيعها عبر الشهر وطريقة التفريغ النفسي مختلف خالص العالم ده عن العالم ده. كل واحد بيبص للتاني وفاكره زيه بس شكل تاني. لا، هو مش بس شكل تاني، هو شكل تاني وأحاسيس تانية ومشاعر تانية وموقف مختلف تماما. هنيجي حالا نتكلم عن
الرغبة الجنسية وممارسة الجنس بتحصل زي عند الراجل وعند الست، وهنلاقي الرسمتين الدياجرامز المشهورة اللي بنلاقيها في كل كتب مختلفتين مع بعض خالص. إذا أنا مش فاهم الحاجة التانية دي بتشتغل إزاي، بتعمل إزاي، إذا أنا مش عارف الكائن التاني ده بيتعامل إزاي مع الحاجة دي، وتعاملت معاه بطريقتي، أنا مش بس هحبطه، أنا هستخدمه. وأوحش حاجة إن في أقدس شيء يتحول ده إلى استخدام، أبيوز، مش حب وعطاء وشبع وتتحقق الوحدة اللي كنا بنتكلم عنها في المحاضرة السابقة. أنا واضح في الحتة ديت؟ أنا واضح في الحتة ديت؟ فدقيقة وحنيجي تاني للمشكلة ديت. التشوع عند المرأة بقى الحقيقة أسبابه كتيرة أكتر شوية من الرجالة، هنتكلم عن بعضها. اولا التحرش الجنسي، طبعا ولاد كتير في الشرق عندهم نفس المشكله، حصل لهم تحرش جنسي، لكن التحرش الجنسي اللي عند الولد مش بيسوه العلاقه الجنسيه مع المراه، لا ممكن يدفعه ناحيه الشذوذ الجنسي. لكن المراه التحرش ده بالذات لما يكون التحرش حصل من رجال، وبالذات لو التحرش ده من الاب او الخال او العم او الجد، من حد قريب جدا مني وكان مفروض يبقى مصدر الامان والحب وتحرش بيا جنسيا، احساسي بالعلاقه الجنسيه وقداستها وهيبتها بيدمر تماما، وباصاب بحاجتين كبار قوي، احساس بالقذاره، دي حاجه قذره، والاحساس بالذنب. كتير قوي من اللي اعتدوا عليهم جنسيا رغم ان هم فيكتم، ان هم معتدى عليهم، لكن اللي حصل جواهم احساس بالايه؟ بالذنب، ان هو وحش، يقول لك عملوا معايا كده ليه؟ انا وحش. مش معقول بابا وحش، مش معقول جد وحش، مش معقول خالي وحش، مش معقول عم وحش، مش معقول جوز خالتي وحش، اكيد انا اللي ايه؟ انا اللي وحش. وبعدين الرعب اللي وقع على الشخص ده، اوعى تقول، اوعى تقول. هذا الخوف ولد جواه احساس اكتر باني مجرم ومستخبي من الايه؟ من العداله. فبقى الحاجه دي اللي اسمها العلاقه الجنسيه بقت حاجه مرفوضه ومكروهه وبعيده عن السعاده والامان والحب، بقت حاجه تانية خالص. عندنا قصص بقى، قصص من الغرب ومن الشرق، وعمالين نكتشف ان نسب الاطفال اللي اعتدي عليها جنسيا في الشرق الاوسط بالذات 70%، في الغرب 50% من البنات اعتدي عليها، في الشرق 70% من الأطفال ذكور وإناث، والذكور أكثر من الإناث. فالتشويه اللي حصل جوايا مريع بقى، ده مش مجرد فيلم، ده حصل معايا، ده حصل معايا. مشكلة تانية الممارسة الجنسية قبل الزواج للمرأة. الراجل في الشرق بيحس لو عمل كده وتاب وربنا سامحه اتس اوكي، بكل اسف. المراه ما بتحسش ان اتس اوكي، بتفضل شعره بالعار وبالخزي، وانه شعره في المراه في الشرق زي ورقه السيجاره، لو اتحرق خلاص الورقه دي تترمي وما تنفعش بحاجه بعد كده. فاحنا كوننا عند المراه بالذات الشرقيه ان اي ممارسه جنسيه قبل الزواج جعلها مستهلكه، والاحساس بقى بالذنب مريع وبيرافقها، وبتبقى دايما صورة العلاقة ديت مرتبطة بالإحشور بالإيه؟ بالذنب والخجل، مش بالقداسة اللي بنتكلم عنها ولا بالاستمتاع. سبب ثالث للتشوه عند المرأة الختان، ودي حاجة احنا متخصصين فيها بالذات في مصر، عندنا حاجة كده اسمها ختان الإناث. كلنا فاهمين من الكتاب المقدس ان في حاجة اسمها ختان الذكور، ودي كانت العلامة اللي ربنا أعطاها لإبراهيم للشعب، الذكور الذكور.
احنا اضفنا لها بقى عندنا ايه؟ والاناث ايضا. ولماذا؟ هتختن يا ابني ايه؟ هتعمل ايه يا حبيبي؟ هتعمل ايه؟ مصيب. ده عيل صغير عنده 8 سنين بتشيل منه حاجه عشان يبقى افضل صحيا وجنسيا. لكن المراه لما تختتنها انت بتاخد منها حقها الشرعي في الاستمتاع بالجنس، وبتعمله في سن هي واعيه فيه، فانت بتعتدي عليها جنسيا وبتحولها في نظرك الى مجرد شيء مش عايزه يغلط، حتى لو في مقابل كده بتحرمه مدى الحياه من الاستمتاع بالممارسه دي. افتكر انا اتكلمت ما يكفيه ونبحت صوتي في شفاء النفس في الموضوع دوت، في اللي عايز يسمع رايي الشخصي في الموضوع ده يرجع لشفاء النفس قبل كده. بصدفة شديدة حضراتكم بعتوا لي أسئلة، اتنين منهم بيتكلم عن الموضوع دوت. هل لو تعرضت أي بنت لاغتصاب أو ختان هل تذكر هذه الحادثة قبل أو بعد الزواج؟ الكلمتين اللي احنا بنقولهم أهم. سؤال تاني، لو تعرضت الزوجة قبل الزواج للختان بطريقة وحشية هل تخبر زوجها أم لا؟ واضح إن دي قضية موجودة جدا 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 جدا. إذا كان المرأة وزي ما هنشرح بعد كده استمتاعها بالشعور الجنسي الكيرف بتاعها الرسم البياني بتاعها بطيء وبياخد وقت عشان توصل، فالمرأة المختتنة وحجم الاختتان الله أعلم جابوا لغاية فين، قوروا إيه وقطعوا إيه وبهدلوا إيه، أكيد حاجة تانية خالص، حاجة تانية خالص. فأغلبهم الزوج مش عارف فبيشعر ان زوجته عندها برود جنسي وهي مش كده، او ما بيوصلهاش نهائي للشبع الجنسي وهو فاكر انه قايم بالدور وزيادة، هي ما قالتلوش وهو اصلا ما قراش ولا فاهم راسه من رجليه، وبالتالي هذه العلاقة من طرف ايه؟ واحد، لا فيها الوحدة ولا فيها العطاء ولا فيها كل اللي احنا قلناه دوت. مشكلة كمان عند المرأة، مشكلة تانية عند المرأة ان ممكن المرأة يبقى عندها مشكلة فيسيولوجية وجزء منها باثولوجية، زي مثلا فاجينيزمس. فاجينيزمس دوت حاجة عند المرأة ممكن تصاب بيها وتحتاج علاج، وانا مش عايز اخش في التفاصيل دي انا دكتور، لكن اللي بيسمعونا اهل الله كلهم الله اعلم كم واحد هيبقى فاهم، لكن بيبقى صعب لو هي عندها هذا الشيء انها تستطيع ان تستمتع بالزواج بدون علاج حقيقي ودكتور ويمكن ايضا جراح عشان يقدر يساعدها انها تعيش هذه العلاقه بطريقه طبيعيه. اذا في اسباب كتيرة الناس تجهلها خلت بكل أسف هذا الشيء المقدس أبعد ما يكون عن الصورة الحقيقية اللي الله خلقنا عليه لكي نستمتع به وتتحقق الحاجة اللي كنا بنتكلم عنها في المحاضرة السابقة. أرجع لكلمة ربنا، أرجع اللي بيقول لنا إيه بقى. بصوا الكلام الزبد ده، بصوا الكلام الجميل دوت. ليوفي الرجل المرأة حقها الواجب، بيتكلم على العلاقة الجنسية، وكذلك المرأة أيضا الرجل، مش بيأخذ الرجل حقه، مش لتأخذ المرأة حقها، لا بيقول إيه؟ ليوفي الرجل المرأة حقها، لتوفي المرأة فهي عطاء، فهي عطاء، فأنا بعطي شريكة حياتي حقها الشرعي أن تستمتع بهذه الوحدة وهذا الشعور العميق بالحب وهذا الشبع العميق بالقبول وهذه الراحة العميقة في اتحاد الاثنان معا جسدا واحدا. ليوفي المرأة حقها، لتوفي المرأة، ليوفي الرجل المرأة حقها، لتوفي المرأة الرجل حقه. ملياش نفس، اوف بقى زهقت. وبعدين بيضيف مستوى اعلى، ليس للمرأة تسلط على جسدها بل للرجل،
أنت أعطيتي جسدك ملك لهذا الرجل. والراجل: وكذلك الرجل أيضا ليس له تسلط على جسده بل للمرأة. جسمك ده، جسدك ده لم يعد ملكك. عهد الزواج ملكية إيه؟ مشتركة. كل واحد أعطى نفسه للآخر. أنت مش بس أعطيت قلبك للمرأة ديت، أنت مش بس أعطيت نفسك للمرأة ديت، أنت أعطيت جسدك. أنت مش بس اديتي قلبك للراجل ده، أنت اديتي جسدك. هذا الجسد لم يعد ملكك، هذا الجسد لم يعد ملكك. لا يسلب أحدكم الآخر إلا أن يكون على موافقة. فبالرغم أنه ملكي، محدش يعتدي على الآخر. محدش يعتدي على الآخر في الأمر ده. مش لأن الجسم ده ملكك تعمل فيه اللي انت عايزه وقت ما تشاء، مش لأن الجسم ده ملكك بتعملي فيه وقت ما يشاء. لا 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 لا، ده حب، ده حب. لا يسلب أحدكم الآخر إلا أن يكون على موافقة. في رجالة بيعتدوا على زوجاتهم جنسيا، هاخد حقي. لا، ده مش حب. بصوا التركيبة ازاي راكبة كلها على بعضها في باراجراف واحد. قال كل الكلام الصح. إلا أن يكون على موافقة إلى حين، لكي تتفرغوا للصوم والصلاة. إيه ده، بتكلم عن الصوم والصلاة وانت بتكلم عن الموضوع ده؟ يعني داخلين في بعض الحاجتين اهو مع بعض. دي أقدس علاقة. ثم تجتمعوا أيضا معا لكي لا يغريكم الشيطان لسبب عدم نزاهتكم. إذا ما عملتهاش صح، إبليس هيجربها، هجربك في نزاهتك، في شرفك، في البيوريتي بتاعتك، في نقائك، في قداسة هذه العلاقة، في قداسة النظرة دي للجنس، في قداسة هذا الكوميتمنت، هذا التكريس اللي أنت فيه كرست نفسك لشريك حياتك. فضلكوا احفظوا الباراجراف ده، احفظوه صم، حطه قدامك. ده ربنا بيكلمك، ده الكتالوج، ده الكتالوج، ده الكتالوج. عايزين نفصص الكلام ده، عايزين نشوفه بطريقة واضحة المعالم. هنقول حتة كده ومش هنطول فيها، لكن يقول لك بس انك محتاج تدرس، انك محتاج تقرأ، محتاج تدور، محتاج تكتشف الامر ده، محتاج تبذل جهد اكتر من مجرد حلقة او اتنين في العلاقة الجنسية. هناك اختلاف كبير بين الرجل والمرأة في ممارسة العلاقة الجنسية من الناحية العاطفية والجسدية. حب واحد يقولهم، قال هم حاجتين غير بعض خالص، زي المايكروويف وزي حلة البخار البريستو، دول حاجتين غير بعض خالص. المايكروويف تحط الحاجة وتظبطها 3 دقايق 5 دقايق، صح؟ لو ما سحبتهاش بعد كده هتلاقيها راحت منك. لكن الحلة ديكها بتحطها عبات لما تسخن والبخار يتم وتصفر بتاخد وقت طويل. مستعجل بتحط في المايكروويف، عايز تستوي على مهلك بتحط في الحلة، مش كده؟ الراجل جنسيا كده زي المايكروويف، الرغبة الجنسية ممكن تأتي إليه بسرعة، بيوصل للقمة بسرعة وبيخلص بسرعة. المرأة مش كده، طبيعتها، فيسيولوجية نفسيتها مش كده. عشان كده خلونا نشوف المنظر أقرب من كده. الجنس عند الراجل في حد ذاته شيء مستقل عن أي حاجة تانية، والوصول للذروة بالنسبة له ممكن برغم الظروف المحيطة به، برغم الأحداث المحيطة به، برغم الأصوات المحيطة به، برغم هو موجود فين، ما تفرقش معاه خالص الحكاية ديت. لو معاه شريكة حياته الإنسان اللي بيحبها يقدر يعمل كده في أي مكان وفي أي وقت. الست مش كده خالص، المرأة بالنسبة لها غير كده. العلاقة ديت والشركة دي مرتبطة بكل حاجة بتدور حواليها، بفين وليه وازاي والنور شكله ايه والدنيا شكلها ايه والساعة كم وحقوم امتى وحصحى، مرتبطة بكل حاجة تانية. الراجل مالك بس فيه ايه، اصل ورانا ايه، معنى مش يعني هو حاجة وهي حاجة تانية. ارجوك افهم هي بالنسبة لها الموضوع ده ايه، ارجوك افهمي انه
انت غريب قوي يا اخي، انت غريب قوي. هو مايكروويف يقدر يخلص الموضوع بسرعه خالص، بس انت افهم هي مش كده. فانت بتبصي له، انت حاجه غريبه جدا. هو بص، انت مالك كده بارده؟ هي لا هي بارده ولا هو سخن. هم آلتين في الموضوع ده غير بعض، هم مقطوعيتين، هم آلتين بيعزفوا لحنين مختلفين. عشان كده التوافق والانسجام فيهم مطلوب اكتر من اي حاجه تانية. ازاي تركب الآلتين دول على بعض؟ ازاي تدخل الآلتين دول ويعزفوا لحن موسيقي واحد؟ هوري حضرتك حالا الرسمه ديت. ده الراجل ودي الست. عايزين يركبوا كده على بعض. لو المثلث ده او الكيرف ده السريع اللي طالع ونازل اتحرك كده هيروح بعيد قوي، لو اتحرك كده هيروح بعيد قوي، وكان ده بيستمتع لوحده وده مش بيستمتع لوحده. ازاي اقدر اركبهم في بعض بحيث معا وده المقصود، معا في الوقت اللي بديك انت بتديني، في الوقت اللي بساعدك انت بتساعدني، في الوقت انا بحبك وانا ليك انت بتقولي انا بحبك وانا ليك. فهو عطاء، حب وذات. يقول لك انا بحبك وعايز اسعدك، وانت بتقول لي وانا بحبك وعايز اسعدك. بقول لك لا ده انا اللي عايز اسعدك، تقول لي لا ده انا اللي عايز اسعدك. اقول لك ده انا اللي بحبك، يقول لك لا انا اللي بحبك، انا اللي بحبك. بقول لك انا ليك هنا انا بتاعك، وانت بتقول لي لا ده انا اللي ليك هنا وانا اللي ايه، وانا اللي بتاعك. عشان اظبطها ديت عاطفيا وفسيولوجيا محتاجين كميه تواصل مذهل، محتاجين نسمع بعض قوي، محتاجين نتكلم في الموضوع ده كتير، محتاجين نتكلم بصراحة مذهلة، محتاجين نناقش أدق التفاصيل في الموضوع دوت، ومشاعرنا وأحاسيسنا، وإيه اللي يفرق معايا وإيه يفرقش معايا، وإيه اللي بيريحني وإيه اللي مش بيريحني، وإيه اللي بفكر فيه وإيه اللي مش بفكر فيه. إحنا عادة ما بنتكلمش في الموضوع ده إيه خالص، بنمارسه في السر عن بعض. أصل الكلام فيه قليل الأدب. انا ما اقولش اتكلم فيه مع حد، ولا مع اخوك ولا مع اختك. انا اوعى تتكلم فيه مع حد، انت بتتكلم فيه مع صاحب الايه، شأن مراتك، حبيبتك، جوزك، حبيبك اللي انت جايه تعطي نفسك ليه، اللي انت عايزه تسعديه. لازم انا اروح اقول لها اسعدك ازاي، انا هنا عشان قولي لي اعبر ازاي عن هذا الحب، اعبر ازاي عن هذه الوحده، ايه اللي بعمله غلط، ايه اللي بعمله صح. في كتب كتير يقولك اعمل 1 2 3 4، لكن كل مراه تختلف عن كل امراه، وكل رجل يختلف عن كل رجل. فانا محتاج اكون عارف بصوره عامه ايه احتياج الرجل وايه احتياج المراه، لكن لازم اروح لصاحب الشان واقول له انت قول لي. سؤال هنا من الاسئله، لو المراه مختتنه تقول لجوزها ولا لا؟ طبعا تقول له. يا لهوي دي قصه ثانيه خالص، ده لازم يعمل حاجه ثانيه خالص غير العادي، دي السكة تانية خالص غير العادي عشان يسعدها، لأن هو الهدف يسعدها، مش الهدف إن هو ياخد اللي هو عايزه. لو هو خد اللي هو عايزه ورماها ما تبقاش علاقة جنسية دي، ولا يبقى حب، ده يبقى استخدام. يبقى إيه؟ يبقى استخدام. يعني بعض السيدات جم قالوا لي أنا بحس مع جوزي إن أنا اتولدت. سوري في التعبير. إحساس صعب جدا جدا. لا ده انا عايز اسعدها ومستعد، مش مهم عندي نفسي، انا عايز اسعد شريكه حياتي، انا عايز اؤكد لها الحب، انا عايز اؤكد لها الاعجاب، انا عايز اؤكد لها ان هي زوجتي، انا عايز اقول لها ان انا ليكي عشان اشبعك. هو ده الزواج، هو ده العلاقه الجنسيه. مش كده؟ لازم نتواصل عشان نقدر نركب الكيرفين دول على بعض بصوره محدده. خليني اقول بصوره عامه، الرغبة الجنسية عند الرجل بتتأثر بإيه؟ بالنظر. محتاج يشوف عشان يبقى عنده رغبة جنسية قوية. اللي بيحركه النظر. فطبعا الستات ما بيحبوش غير ان هم ايه، يستغطوا، صح كده؟ يعني وده عكس احتياج الرجل. بيفرق معاه جدا تلامس، انك انت تلمسيه مش ان هو يلمسك، انك انت تلمسيه وتقولي بحبك، انك انت تلمسيه بيوصل له الحب اللي يخليه هو يبقى عنده هذه الرغبة. التجاوب منك، لو حس منك بالرفض اقوى رسالة للراجل انت مش راجل هي الرفض الجنسي.
استاذ كيف بيستخدموا الجنس عقاب ومكافاه. هتجيب لي اللي انا عايزاه هديك اللي انت عايزه. ما جبتليش اللي انت اللي انا عايزاه محروم. بالاسبوع وبالشهر وبالست شهور. هي بدل ده بره اللي احنا بنتكلم عنه خالص. احنا بنسمع قصص من الناس بتيجي تقول لنا انتوا فاهمين الموضوع غلط خالص. الموضوع مش مكافاه ولا عقاب. انت مش بتكافئيه ولا بتعاقبيه، انت مش بتكافئها او بتعاقبها. انك ترفضيه جنسيا رساله فظيعه من الكراهيه والاحتقار والاذلال لرجولته. لتوفي المراه الرجل حقه. ده انت تعملي البدع عشان تشبعيه، ده انت تعملي المستحيل. اوعي ترفضيه، اوعي ترفضيه. اللي بيشبع الرجل ان هي مقبله. بعض الكتب بتتكلم انه المجتمع الشرقي عندنا المراه لا تبادر ابدا بالامر ده، لا تبادر ابدا، عيب تبادر، عيب، كانها قله الادب، عيب عيب. هو اللي يعني يعمل المستحيل وانا اوافق. احتياج الرجل المبادره من المراه، لان المبادره المراه بتقول له انا حاسه بيك، انا بحبك، انا عايز اديك نفسي، لان ده العهد اللي انا عهدته على نفسي اني انا ملكك وانا جاي اديك نفسي النهارده. يا لهوي على رساله الحب اللي توصل له. بس عيب عيب عيب، ماما قالت لي عيب. بس الكتاب المقدس بيقول لي عيب يبقى عكس كده. الرجاله موافقين؟ اشوف ايدين كده الرجاله، يعني موافقين موافقين، اشكركم. فدي المبادره من الزوجه. اخر حاجه تفرق معاه الكلام، بيفرق معاه الكلام، بس مش اهم حاجه عند الراجل الكلام. راجل عملي. هو بتاع اللي يعني قصدي اخر حاجه عنده الكلام والمسانده. العكس بقى المرأة. بص الست بقى مش بتتأثر بالنظر، فبالنسبة لها النظر ده يعني لما مفتول العضلات أو لأ، ده ما يفرقش عندها خالص الحكاية ديت. اللي يفرق معاها الرومانسية. بس الرومانسية اللي تبتدي إمتى؟ مش ساعة العلاقة الجنسية، اللي تبتدي الصبح، اللي من امبارح، اللي على طول. فيبقى إليك اشتياقها، فتبقى مشتقالك، عشان انت الحضن الحنين، عشان انت اللي بتحبها، عشان انت اللي سائل عليها. انت مش بتعمل كده عشان تاخد اللي انت عايزه. احنا اتفقنا انا مش باخد، انا بعمل ايه؟ انا اوعى اوعى تعملها جاي تاخد، بوظتها. انت عايز ده عشان تعطي، وهي بتعمل كده عشان ايه؟ عشان تعطي. كل واحد هيشبع التاني، محدش هيشبع نفسه، كل واحد بيعمل ايه؟ بيشبع الآخر. اللي بيفرق مع الست، اللي بيحسسها بالرغبة ديت، اللي بيخليها عايزة تمارس العلاقة الحب الجنسية، رومانسية الرجل من الصبح. الاهتمام، التعبير، السؤال، الكلام. اللي بيفرق معاها التلامس الجسدي غير الجنسي. أقول تاني؟ غير الجنسي، اللي ما فيهوش احساس جنسي، اللي ما فيهوش بعمل كده عشان اخد كده. التلامس اللي فيه تقدير لانوثتها، اللي فيه احساس بانها شريكه الحياه، اللي فيها تقدير ليها كامراه. ده الحاجه اللي بتحركها جنسيا. التلامس غير الجنسي، تخيلوا عكس ما احنا فاكرين. انا اعمل الحاجات دي عشان الحاجات دي، تخيل عكسها. شوف الخيبه. ما حضرتك ما قريتش، انت بتفكر زي ما انت شفت، انت بتفكر زي ما انت بتحس. التلامس الجنسي عندك هو اللي بيزود الرغبه، لكن التلامس غير الجنسي عندها هو اللي بيزود الرغبه. انا واضح ولا مش واضح يا جدعان؟ انا بتكلم عربي يعني. الحمد لله الحمد لله. التدعيم بقى لذاتها، التدعيم لذاتها،
الإعجاب بيها، التقدير ليها، الاحترام ليها، الإحساس بكيانها، إنها مش شيء بستخدمه، إنها مش متعة، لكنها كائن، إنها إنسان، إنها محترمة، إنها كبيرة في عينيا، الثقة فيها، الدعم بالكلام. حاجة تانية بقى بعد الممارسة الجنسية، كتير قوي بعد العلاقة الجنسية ديت الرجل بيخلص بسرعة ومش عارف إيه، وبعدين بقى ما مش دعوة خلاص. فالمرأة بتحس يعني كأنك خدت اللي انت عايزه، ولا بالعكس بعد كده تاخدها في حضنك وتنام في حضنك، فتحس انت عملت كده عشانها، مش خدت اللي انت عايزه. اللي انت عايزه هي، اللي انت عايزه هي، اللي انت عايزه هي، مش الجنس، اللي انت عايزه هي. المرأة يهمها حبك ليها، احترامك ليها، مكانتها عندك. والعلاقة الجنسية أكتر مكان تقدر توصل ده بكل قوة وعمق وتطبعه في أعماقها لو فهمتها وعملتها by the book. أظن أنا واضح زيادة عن اللزوم، صح؟ الزواج وتربية الأطفال، إن شاء الله لما نلتقي المرة القادمة هنتكلم عن تربية الأطفال. أي سؤال في الموضوع اللي احنا اتكلمنا فيه ده؟ وسؤالين بسرعة ولهم علاقة ببعض. كلمة شهوة شهوة شهوة، فلو قلنا إنه شهوة وحشة، وحش، هو ليه يعني في انجيل لوقا 21:22 المسيح بيقول شهوة اشتهيت وانا اكل الفصح معكم؟ دي مش كلمة لست. الكلمة هنا الاصلية مش لست بمعنى الشهوة، الكلمة هنا الاصلية ديزاير، رغبة رغبت ان اكل الفصح معك. العربي بتاعنا ضعيف شويتين. تفضل حضرتك السؤال الثاني. السؤال الثاني لسه واخدين في كرونسوس الاولى 7، بيقول ليس المرأة تسلط على جسدها بل الرجل، وكذلك الرجل كذا، لا يسلب أحدكم الآخر أن يكون على الموافقة إلى حين لكي تتفرغوا للصوم والصلاة. معنى كده أنه حرام أنه الراجل والست يمارسوا العلاقة الجنسية لو هم صايمين؟ أتمنى من النهاردة أنكم تتعلموا تصلوا قبل العلاقة ديت، وأتمنى بعدها تقضوا وقت تشكروا ربنا على نعمة العلاقة ديت. جرب تحط ربنا في داخل هذه العلاقة، جرب تقول له أنا بسلمك العلاقة دي يا رب، قدسها، امسح من خيالي كل صورة مشوهة، اديني فيها أني أشبع شريك حياتي، اديني نحبه للآخر، اديني ناخده جوايا، أخده جوايا وتاخدني جواها، ونلتصق أمامك وتحط إيدك علينا وتفعصنا في بعض وتقول دول بيتي، دول مسكني، دول معجزة. جرب تصلي قبلها وجرب تصلي بعدها. هتفهم أنا بقول إيه، وهتفهم إن ربنا عنده نظرة تانية خالص غير اللي بنشوفها في الأفلام وغير اللي العالم عايشها. واللي العالم عايشه دوت مقرف، مش سعيد بيه خالص. اسألوهم يقولك احنا مش سعادة، هيقولك احنا مش سبعانين جنسيا، لان الشهب الجنس عندهم اخذ، والجنس في التصميم الالهي عطاء، انك تشبع انسان، انك امرأتك بتاخدها بين ايديك لغاية لما تشبعها، وتتأكد انها شبعت للاخر، امتلأت، وصلت مش للبيك، لما بعد البيك، إن للآخر، للآخر. انت أكدت لها الحب، انت أكدت لها انك انت هنا من اجلها، انك رجلها انت من اجلها. ده ربنا، هتلاقي ربنا موجود، وحال ربنا بيديك نعمة، وحال ربنا بيحللكوا المشاكل وبيفهمكوا تعملوها ازاي، هتسمعوا بعض، هتتكلموا، هتتأقلموا، هتفهم الاختلاف، هتتأقلم مع الاختلاف عشان الكيرف ده والكيرف ده يركب في بعضه.
وتختبر اللي يقوله الكتاب. عزيزي المشاهد، أحبائي، أشكركم عشان متابعتكم لنا هذه الحلقة. أصلي في قلبي إن في شيء يتغير هذا اليوم في خيالنا، في تصوراتنا عن أقدس ما أعطانا الله إياه في علاقتنا الإنسانية. هذا أقدس ما أعطانا الله في علاقتنا الإنسانية. إلى أن نلتقي عزيزي المشاهد، ربنا يحفظك ويحفظنا ويحفظني تلاميذ عند أقدام المسيح. آمين. مجدست المسيح. في نهاية حلقتنا عزيزي المشاهد، عايز أشجعك أنك تروح للويب سايت بتاع هذا البرنامج schoolofchrist.tv. هتجد كل الحلقات موجودة، وكل حلقة هتلاقيها بكل الصور المختلفة، تقدر تتفرج عليها ستريمينج، تقدر تلاقيها وورد، تقدر تلاقيها تشيت عشان تحل وتبعته لينا مرة تانية، تقدر تلاقيها بي دي اف، تقدر تلاقيها باوربوينت، أو تقدر تحملها لنفسك على أساس أنها تكون MP3 عشان تقدر تسمعها، أو تكون للآيبود بتاعك، أو تكون للآيفون بتاعك، أو تكون كمان ويندو ميديا بلايرز. والسي دي هات، الدي في دي هات هاي كواليتي، موجودة في جميع المكاتب المسيحية من الآن، فصاعدا تقدر تحصل عليها وتقدر كمان تديها هدايا لأصدقائك. إلى أن نلتقي، ربنا